في الحقيقة سامسونج في 2018 كانت تعاني من بعض المشاكل مع هواتف الفئة المتوسطة، فهي لم تكن تقدم قيمة حقيقية مقابل السعر. ولكن هذه السنة تغير الوضع تماما، بحيث قامت سامسونج بإلغاء واحدة من أكثر سلاسل هواتفها المتوسطة شعبية وهي فئة الجي، وقامت بوضع هذه الفئة تحت جناح فئة الأي، بحيث أصبحت فئة الأي الآن هي الفئة الأساسية لسامسونج في الفئة المتوسطة. وكمية التنوع اللي موجود في هذه الفئة حاليا غير موجود في أي فئة أخرى لدى أي شركة. فعندك من الأي 10 إلى الأي 90 هواتف بتنوع كبير في المواصفات والأسعار والميزات، وأيضا الاختيار أصبح أكثر سهولة من قبل. فالرقم الأصغر هو الأقل مواصفات، والرقم الأعلى هو الأكثر مواصفات وميزات، وبالتأكيد الأكثر تكلفة. أمامنا أحد أشهر هواتف أي هذه السنة، واللي يقع بالضبط في منتصف هذه الفئة، وهو الجالكسي أي 50. بعد أسبوعين من التجربة هذه مراجعتي الكاملة، فخلينا نشوف. بداية، السامسونج جالكسي أي 50 متوفر الآن في السوق العراقي بسعر 245 دولار، قرابة 300 ألف دينار عراقي أو أقل. تصميم الهاتف بشكل عام يعطينا انطباع عن هوية سامسونج الجديدة في الفئة المتوسطة هذه السنة. الكاميرات موجودة على الجانب في الزاوية العلوية، من الأمام شاشة بحواف قليلة مع كاميرا منفردة في الأعلى. ظهر الهاتف مظهر زجاجي لكن بلاستيك في الحقيقة. اللون الأبيض اللي أمامكم حلو كونه مخلوط ببعض الألوان الثانية، فإذا تعرض للضوء بطريقة معينة راح يعطيك انعكاسات ألوان الطيف بين الأصفر والأخضر والبرتقالي والأزرق، ويلف حول الهاتف فريم من البلاستيك أيضا، وهو مطلي بمادة تجعله أشبه بالمعدن. ومع هذا اللون الأبيض تحس أحيانا مائل إلى الرصاصي أو السماء الفاتح، فلونه نوعا ما محير، ولكن عن بعد راح يعطيك إيحاء بأنه من المعدن. ولكن مع أنه الهاتف من الفئة المتوسطة، إلا أنه سامسونج اهتمامها واضح هذه المرة، بحيث أشياء وتفاصيل صغيرة مثل الأزرار، بحيث بالفعل تحس أنه الأزرار هنا متينة ونقراتها رائعة. الآن واحدة من أكثر الأشياء اللي كانت مأخرة هذا الفيديو هي البصمة ضمن الشاشة، لأنه فعليا سامسونج أرسلت تحديث لحل مشكلة بطء البصمة ضمن الشاشة في وقت عمل هذا الفيديو، لكن التحديث لحد الآن لم يصل، والظاهر يحتاج فترة حتى يوصل لكل منطقة الشرق الأوسط والعراق بالتحديد. مبدئيا البصمة بوضعها الحالي لا تفي بالغرض، ولكن بعد التحديث وحسب الفيديوهات اللي شفتها والناس اللي مجربة البصمة بعد التحديث، فالأمور تغيرت بشكل كبير، بحيث البصمة صارت أسرع وأفضل من وضعها الحالي بشكل ملحوظ. بالنسبة للكاميرات، فالأي 50 عليها في الظهر ثلاث كاميرات، واحدة ألترا وايد بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2، والثانية بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة F1.7، والأخيرة عدسة Depth وهي بدقة 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.2. وأداء هذه الكاميرات محترم فعلا، عدسة الألترا وايد صورها ممتازة في ظروف الإضاءة الطبيعية، التفاصيل في الصور أغلب الأحيان تكون واضحة، والألوان هنا مشبعة بطريقة متوازنة، فلا هي أوفر زيادة عن الحد الطبيعي ولا هي باهتة. أيضا الدايناميك رينج في أغلب الصور اللي أخذتها كان مضبوط. طبعا الكاميرا أيضا راح توفر لك ميزة العزل، واللي أشوفها تحتاج تعديل حتى تكون الحواف مضبوطة أكثر، لأنه أحيانا بعض الأماكن في الصورة تكون غير معزولة بطريقة صحيحة. نتحول للأمام، فالهاتف عليه كاميرا أمامية واحدة بدقة 25 ميجا بكسل بفتحة عدسة F2.0، وتقريبا هذه كاميرا واحدة من أقوى الكاميرات الأمامية الموجودة في هذه الفئة السعرية. الصورة شارب وتفاصيلها ممتازة، والسكين تون هنا قريب إلى الحقيقي بدرجة كبيرة. العزل أيضا ممتاز في هذه الكاميرا. آخر فترة نزلت صورة على حسابي في انستغرام وطلبت من الناس تخمين الهاتف أو كاميرا الهاتف اللي أخذت بها هذه الصورة. طبعا إذا مو متابعني هناك فتأكد أنه تتابعني حتى تعرف كواليس الفيديوهات. عموما الناس هواي تفاجأت هذه النتيجة، مع شوية تعديلات على سناب شيت راح تحصل على لقطة مثالية تقريبا. أما بالنسبة لتصوير الفيديو من الكاميرا الأمامية للأي 50، فأمامكم تصوير الفيديو بدقة الفول اتش دي، والمفروض أنه هذا اختبار لقوة المايك والكاميرا الموجودة على هذا الهاتف. بالحديث عن السماعات، فالأي 50 عليه سماعة واحدة من الأسفل صوتها دون المستوى، وممكن تغطيها بإيدك بسهولة تقريبا. هذه الميزة الأكثر اختصارا في هذا الهاتف،
لكن مع ذلك لا تفهموني خطأ، هذه مو أسوأ سماعة بهذه الفئة، لكن بما أنه الأي 50 يقدم باكج ممتاز فالتوقعات كانت أكثر تفاؤل بالنسبة للسماعة. أما بالانتقال إلى الشيء المميز فعلا في الأي 50 فهو يملك من الأمام شاشة السوبر أموليد بدقة فول اتش دي بلس بحجم 6.4 انش وبمعدل بكسلات 403 بكسل لكل انش. شاشة من شاشات سامسونج الغنية عن التعريف بألوانها ودقتها وسطوعها، استغلالها من الأعلى جيد مع وجود الانفينيتي يو، ولكن من الأسفل عندك حافة واضحة نسبيا. مع ذلك هذه الشاشة تقريبا ما راح تجدها كثير في تليفونات بهذه الفئة السعرية. نترك الشاشة ونتكلم عن العتاد الموجود في هذا الهاتف، فهو يملك معالج اكسينوس 9610 وهو معالج فئة متوسطة ممكن تقارنه بالسناب دراجون 660 أو أعلى منه بقليل، مع 4 جيجا بايت ذاكرة عشوائية بالإضافة إلى 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين، بالإضافة إلى معالج رسوميات مالي G72، وهذه الخلطة مع هذا المعالج راح تخليك تلعب ببجي مثلا على الهاي سيتينج، ولكن ممكن تلاحظ بطء نوعا ما. لذلك ومن خلال تجربتي فأفضل تجربة لببجي على هذا الهاتف هو تحويل اللعبة إلى الإعدادات المتوسطة. طبعا سوفتوير سامسونج يعتبر عامل جذب في أي هاتف من هواتف سامسونج، كونه راح يقدم لك تجربة مختلفة في الأشكال والترتيب والقوائم، والطريقة اللي تتعامل بها مع السوفتوير مميزة فعلا وإلها هوية واضحة اليوم في عالم الأندرويد. أيضا الهاتف راح يكون مزود بالأندرويد 9، والهاتف غير مقاوم للماء والغبار بأي معيار، وهذا فقط للتنويه للناس اللي ممكن تتوهم بهذا الموضوع، كون هذه الفئة السعرية أساسا لا تقدم مقاومة ماء وغبار على كل حال. أخيرا وليس آخرا البطارية، فهذا الهاتف يملك بطارية بسعة 4000 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع عن طريق منفذ الـ USB-C، وأداء البطارية فعليا بعد التجربة أعطاني ما بين 5 ساعات إلى 5 ساعات ونص سكرين أون تايم من الاستخدام الثقيل. عادي جدا انه تعمر وياك البطارية الى 6 ساعات تشغيل متواصل للشاشة بالاستخدام المتوسط. ما كان عندي حوارات كثيرة بخصوص البطارية او الشحن، خصوصا انه اشياء مثل الشاشة راح تساعد بهذا الشيء، فلو حولت الى النمط الليلي فهذا الامر راح يحافظ اكثر على عمر البطارية. فبالنهاية هذا الهاتف وبصراحة اقولها يعتبر ممتاز في الفئة المتوسطة اذا وضعنا الاشياء اللي يقدمها مقابل سعره، تقريبا هو من افضل الاختيارات في فئته السعرية. كتبوا لي آراءكم وتعليقاتكم بالأسفل، حاب أعرف رأيكم بالأي 50، وأكيد فيديوهات أكثر قادمة عن هذه السلسلة الأي 70، أي 80، أي 30، بقية سلسلة الأي، فأتأكد أنه تشترك وتفعل الجرس حتى توصلك الفيديوهات أول بأول. تحياتي أخوكم محمد الحلال، في مالك.